أهلا بكم جديدا. رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي. ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عدة قرارات، منها اقتراح برغبة بشأن عدم تحميل المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات أي إلزامات مالية إذا لم يكن هو المتسبب في الحادث. برعاية كريمة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تعتزم مجموعة الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين وبالشراكة مع مجموعة جي إي سي الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إقامة أول مؤتمر افتراضي حول الذكاء الاصطناعي ومجالات الاستفادة من تقنياتها في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا، حيث يعقد المؤتمر بشكل أسبوعي على مدى 3 أسابيع، وسوف تتناول الحلقات الأسبوعية نقاشا موسعا حول استثمار الذكاء الاصطناعي والحلول التي يمكن أن توفرها للمساعدة في حلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجهها معظم الشركات والحكومات والأفراد في ظل الجائحة. أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي في تصريح خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي أن المنصة الإلكترونية لسوق العمل التي أطلقتها الهيئة ستسهل عملية التوظيف في القطاع الخاص لكونها تمثل قناة للتواصل بين الباحثين عن العمل والمؤسسات والشركات. البحرين تسعى بصورة كبيرة إلى عودة الحياة الاقتصادية وعودة الحياة التجارية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت، ولكن أصحاب العمل في البحرين ما يقدرون يوصلون إلى عمالة اللي يحتاجونها من الخارج بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق مطارات الدول المصدرة للعمالة. احنا لله الحمد في البحرين مطاراتنا او مطارنا لم يغلق، ولكن المطارات الاخرى هي التي اغلقت، وبالتالي اليوم صاحب العمل اذا احتاج الى عمالة عليه ان ياخذها من الداخل، ولكن هناك صعوبة في وصول صاحب العمل الى هذه العمالة في الداخل التي تبحث عن عمل، وبالتالي ياتي دور المنصة الذي يعني رسم لكي يكون حلقة وصل، لكي يستطيع صاحب العمل أن يصل إلى العمالة التي يحتاجها من داخل البحرين دون الحاجة للاستقدام من الخارج، وعلشان ما يتعطل شغله ولا تتعطل المسيرة الاقتصادية. وننتقل الآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1277 نقطة بارتفاع بنسبة 58%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,838,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 596,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 103 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة لإغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت معظمها في المنطقة الخضراء، وتصدرت التقدمات سوق دبي المالي التي أقفلت على ارتفاع بنسبة 1.5 نقطة تقريباً.
ترأس السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي اجتماعا عن بعد مع مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وكبار مسؤولي بعض المصارف العامة أو العاملة في مملكة البحرين، وحث المعراج البنوك بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التوسع في الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكترونية. وقد تناول الاجتماع أيضا التقدم الذي تم إنجازه في بعض المشاريع ذات العلاقة بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية والتي تستخدم زبائن البنوك في الفترة القادمة، بما فيها تنفيذ مشروع الشيكات الإلكترونية وتشفير بطاقات الخصم توكنيزيشن للتوسع في استخدام المعاملات اللا تلامسية. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الأصدار رقم 1812 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي مشاهدينا يستعرض التفاصيل. نبقى مشاهدينا في المصرف، حيث قام مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع بورصة البحرين بتطوير خدمة مرابحة الصكوك للعملاء والمصارف، وذلك لتوفير السيولة والاقتراض بطرق قائمة على أسس مبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت مدير إدارة الخدمات المصرفية في مصرف البحرين المركزي السيدة حصة السادة إن توفير هذا النوع من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يسهم في تنوع خيارات العملاء الإسلامية المتوفرة، وسيساهم كذلك في زيادة عمق سوق الدين في مملكة البحرين. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. وزير الطاقة السعودي يؤكد أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط. أعلن السيد وليد الصباغ مدير عام التخليص والخدمات الجمركية بشؤون الجمارك فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراض ضد واردات دول المجلس من منتجي بلاط السيراميك والبوريسلين ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند. وأوضح أن القرار جاء بناء على اعتماد اللجنة الوزارية لقرار اللجنة الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطبيق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ابتداء من 6 يونيو لعام 2020. أعلن بنك البحرين الوطني تدشين أجهزة نقاط بيع جديدة ومطورة بنظام أندرويد في كافة أنحاء المملكة. وتمتاز أجهزة نقاط البيع الجديدة بسرعة الاتصال بالشبكة وسرعة إصدار الرصيد مع عملها بخاصية اللمس. وتم تصميم هذه الأجهزة لاستمرار خدمة التعامل مع البطاقات المعززة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC التي أطلقها البنك خلال العام الماضي. أعلن مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية تعيين الأستاذ عبد الله صالح كامل رئيسا للمجلس، وذلك خلفا للراحل الشيخ صالح عبد الله كامل مؤسس المجموعة. وقد صادق مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين.
والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي إن السعودية وحلفائها الخليجيين لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو، إذ كانت تقتصر على شهر يونيو. وأكد وزير الطاقة السعودي أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط، وأضاف أنه ينبغي توخي اليقظة حيال مخزونات النفط، حيث كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم السبت على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو ليطول الاتفاق الذي ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في شهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو 10% من المعروض العالمي عن السوق.